رياض بص رياض تعالى هاخدك للسعوديه ونادي النصر السعودي. احنا قلنا الفتره اللي فاتت وبقالنا يمكن 3 اسابيع حاليا بنتكلم عن يعني الانتقالات المختلفه للعيبه كبيره جدا من اوروبا بتنتقل للدوري السعودي. النهارده بنتكلم عن لاعب جديد انضم للنصر السعودي، بنتكلم عن اليكس تالس طبعا لاعب مانشستر يونايتد، ومفروض هيكون يعني موجود ومقابل 7.5 ملايين يورو هيكون موجود مع النصر السعودي، عنده 30 سنه يعني، كان بيلعب في مانشستر يونايتد وجه بعد قبلها كان من بورتو البرتغالي، وبعد كده راح الموسم الماضي كانت اعاره طبعا لاشبيليا الاسباني. لاعب برضو طبعا له ثقه له، وفي نفس الوقت برضو انا بعتقد ان النصر او الدوري السعودي عامه الانديه المختلفه مش هتعمل صفقه الا لو كانت متاكده كريم برضو ان هي هتضيف الى الى حد كبير. ف يعني خليهم، انا حابه ان انا اسمع مزيد ومزيد من الصفقات اللي زي كده، فعلا الواحد عايز يتخيل بعد فتره ازاي هيبقى في متعه او متعه الدوري السعودي هتوصل لاي ليفل لاي مرحله، ده اللي احنا منتظرينه لحد دلوقتي. يعني واضح كده ان مش مجرد رؤيه كريستيانو رونالدو، كمان تصريحاته اللي قالها في مرحله مبكره من انضمامه للدوري السعودي، قال لك ان خلال موسم او اتنين بالكثير هيبقى الدوري السعودي من اقوى 5 وفي رواية أخرى 10 دوريات على مستوى العالم. في الحالتين احنا بنتكلم على دوري فعلا هيكون لافت للأنظار نظرا لاستقطابه أهم وأتقل وأشهر وأغلى أسماء اللاعبين كرة القدم حول العالم.